طيب نروح بقى للنوستالجيا، الفقرة أو الأخبار اللي حضراتكم بتحبوها. ومعانا النهاردة نوستالجيا رياضية عن حكاية عشق من باشا للنادي الأهلي، حكاية باشا اسمه أحمد عبود باشا، وهو أحد أعمدة الاقتصاد المصري ده في القرن العشرين. هو مليونير عصامي، بدأ من الصفر، ابن حي باب الشعرية اللي بقى رجل أعمال كبير ويملك إمبراطورية ضخمة من صناعة السكر والصناعات الكيميائية والورق. التحق بمدرسة المهندس خانة وتخرج واشتغل وسافر بره مصر وكون نفسه بنفسه وبأفكار أيضا مختلفة. حكايته بس هنا اللي احنا عايزين بقى نربطها مع النادي الأهلي هي كانت زي ما قلت حكاية عشق. كان عبود باشا عاشقا للنادي الأهلي وتبرع بمبلغ وقتها 3000 جنيه، وطبعا ده كان رقم ضخم وقتها جدا، لإتمام إنشاء حمام السباحة بالنادي. وتولى عبود باشا رئاسة النادي الأهلي ده لمدة 15 سنة في الفترة من عام 1946 حتى عام 1961، وفاز فيها كان دائما بالرئاسة بالتزكية. وكانت تلك الفترة هي من أزهى عصور النادي الأهلي، حيث حصل خلالها على 9 بطولات متتالية للدوري من عام 1947 لغاية عام 1956. كان أيضا عبود باشا بينفق على النادي من ماله الخاص رافضا أي إعانة من الحكومة، كما بنى حمام السباحة زي ما قلنا للنادي من ماله الخاص وهدم مدرج الدرجة الثالثة القديم وبنى المدرج الجديد، ثم بنقوده أيضا اقتطع جزء كبير من نادي الفروسية علشان يطل بقى النادي الأهلي على كورنيش النيل. دي كانت حكاية من حكايات كده عشق النادي الأهلي. لكن احنا برضو مكملين يمكن معاك يا كريم بقية القصة. مواقف كتير، دي مواقف كتير، وليه كمان قصة شهيرة جدا متعلقة بمباراة بورسعيد والعظيم الراحل صالح سليم. طبعا هنكمل من خلالها يعني حكاية عبود باشا. الحكاية كالآتي: صالح سليم لما كان طالب بيمتحن ومفروض أنه هو عنده مباراة لازم يلحقها، وده الموقف اللي ما يتنسيش لعبود باشا. الحكاية أنه أبدى أمين شعير وهو مدير الكرة بالنادي الأهلي وقتها انزعاجه لأن صالح سليم كابتن فريق مش هيلحق الماتش رغم قوة الفريق المنافس فريق المصري البورسعيدي في تلك الأيام. صالح سليم كان عنده امتحان في كلية التجارة والامتحان هيخلص الساعة 1 الظهر، في حين أن المباراة اللي هتتلعب في بورسعيد كانت هتبقى الساعة 3 الظهر. أول ما عبود باشا عرف بهذا الأمر بعت عربيته على الجامعة عشان تاخد صالح سليم بعد ما يخلص الامتحان مباشرة وتطلع بيه دايركتلي على فين؟ على المطار. هو شخصيا كان في انتظاره في المطار وأخده معاه في طيارته الخاصة إلى بورسعيد ليلحق بالمباراة في نهاية الأمر. عبود باشا كان يا كريم من عشقه كمان للأهلي، سهراته ما كانتش بتخلو من لاعبي يعني الفريق، لدرجة إن هو لما أنشأ عام 1939 أكبر وأعلى عمارة وقتها في مصر لذلك الوقت اللي هي الإيموبيليا اللي بتتكون من 13 طابق، كان الناس لما بيزوروا فيها وكانوا أصلا الناس بتروح تزور العمارة بس علشان المبنى اللي كان وقتها المبنى الشامخ، يعني كان حاجة عظيمة جدا، كانت عمارة شهيرة جدا. لعبوا الأهلي بقى لما كانوا بيروحوا له كانوا بيروحوا له أسبوعيا للمكتب بتاعه هناك، وكان منهم صالح سليم وعبد الوهاب وطارق سليم وميمي الشربيني وعادل هيكل وناس كتيرة جدا يعني. بس خليني بقى أقول لك كمان حاجة هنا، هو ما كانش عبود باشا بيحب يسكن حد زملكاوي في العمارة، استثنى فقط محمد عبد الوهاب الموسيقار طبعا الراحل محمد عبد الوهاب من الشرط ده يعني. فمثال جميل أعتقد عمارة الإيموبيليا دي لوحدها تعتبر صفحة من صفحات كتاب التاريخ. والجدير بالذكر أن كمان أحمد باشا عبود خصص شقتين في هذه العمارة الشهيرة عمارة الإيموبيليا للمغتربين من لاعبي النادي الأهلي، ووظف بعض اللاعبين كموظفين في شركة البوسطة الخديوية. بالمناسبة كانت وقتها دي أكبر شركة ملاحة وبواخر في الشرق الأوسط كله في ذلك الزمان، وكانت مقرها في نفس العمارة الشهيرة عمارة الإيموبيليا. كان من ضمنهم فؤاد أبو غيدة وسعيد أبو النور وأحمد زايد وعوضين وناس غيرهم كتير، فطبعا ليه أيادي بيضاء كتير قوي على النادي الأهلي الحقيقة.